مرحبا. اليوم بدي ارجيكم جيم اسمه روس 2 روس ريوس هيك شيء ما بعرف. المهم الجيم هاي هي لعبة انت بتعمل كوكب وبعدين عندك وحوش والوحوش بتزبط لك الكوكب مشان البشر يعيشوا فيه. رح اعمل نيو جيم ورح ابلش هون. هتبلش اللي هو تختار مين اللي حيكون الزلمة اللي حيروح الكوكب اول او القائد تبع القرية تبعك. The Pirate Queen, The Inventor, The Huntress, The Goddess. انا هعمل random بعدين حتختار الوحوش. طبعا كل وحش بيعطيك اشياء. هذا مثلا Create Rainforest بيعطيك بيخليك تبني غابات, هذا بيخليك تبني ادغال, هذا بيخليك مثلا تبني بحر, هذا بيخليك تبني غابة تبع التلج, يعني مثل كأنك عايش بسويد أو شيء. وهاد بيعطيك الصحراء. أوكي, هلأ أنا كمان هعمل راندم وخليه هو يبني براحته. رح أعمل كرييت بلانت. طبعا هون إذا حابب تعمل فري بلاي تشالنج إلى آخره, هاي الأشياء ما حفوت فيها هلأ, حورجيكم الجيم بشكل عام بالبداية. طيب هلأ نحن بالكوكب تبعنا. الكوكب تبعنا طبعاً لساته على الحجر وبدنا نبلش نبني. طبعاً أنا عندي هون الانفنتر. الانفنتر بيحب يكون عنده تكنولوجيا, فلما بدنا نعمل تكنولوجيا بنشوف مين اللي بيحب, مين ممكن يعطينا تكنولوجيا. في هاد وفي لحظة وفي هاد, هذا بيعطيني ساينس. سو خلينا نبلش إنه نعطيهم محل يبنوا فيه. فخلينا نعمل هيك خمسة, اثنين من جهة واثنين من جهة, وبعدين بنصير منكبر منكبر الكوكب شوي شوي. طيب هلأ هون حنعمل المدينة, حيجي الانفنتر هون يبني المدينة تبعه, وهذا اسمه The Dark Jungle Temple. هي المدينة تبعه هيك سماها. طبعا هون حنبلش شو نبني أشياء. طيب لحتى نبني بدنا نجي نطلع, بيقول لك هو لازم نرفع التكنولوجي. طيب لحتى نرفع التكنولوجي بدنا نشوف شو الأشياء اللي ممكن ترفع التكنولوجي. هذا مثلا بيعطي ساينس الستون, هذا بيعطي هذا بيعطي ساينس. فأوكي نبني شجرة هون, هاي رامون تري. أوكي هاي الشجرة حتعطينا ساينس. هاد عليه إذا حطيت أي شيء هون حجر حيعمل 50% زيادة. سو إذا حطينا الستون هاد مفروض يعطيني أكثر. فهدول هيجوا يعملوا حيبلش تعمل اللي هو المنطقة تبعك تزبطها وهكذا. لاحظوا هلأ هون هذا الدارك جانجل, هذا اسمه بايوم. هاي منطقة على الكوكب مثل شو بيسموها منطقة بيئية, خلينا نقول فيها ثلاثة أشياء مختلفة أو ثلاثة دايفرسيتي. طبعا بيعتمد على الأشياء اللي بتحطها. أوكي هذا طبعا كله بيأثر على شو عم تبني. هلأ خلصنا هاي, عطاني تشيك إنك أنت زبطت, وحنروح نعمل درافت لحتى نطلع شو في كمان كروت. خلينا نطلع هادو مو كروت آسف أشياء. حنعمل رين فورست وحنشوف شو هاد. طبعا لاني عم بلعب بالانفنتر فعلى الاغلب حاخذ هاي لحتى يعطيني اللي هو الساينس. تمام هذا كمان بيعطيني فلوس وهذا بيعطيني ساينس. سو خلينا نعمل هاد انلوك, نفتحه وبلش نشتغل هون. اذا حطينا مثلا اذا قلنا هون سوري نسكر هاي, نعمل هاد, نقول مثلا خلينا نحط هذا كريترز ما بدي. هاد حيعطيني 5 ساينس, وإذا كان جنب شجرة بيعطيني 15. فإذا حطه هون هاي جنب شجرة. تمام هلأ هيك هيك صار عنا هاي المنطقة, صار في جنبها شجر. طبعا كل ما المدينة عم تكبر بيروحوا هنا شو بيتوسعوا, بصير عندك مناطق جديدة تبني فيها وهكذا. طيب خلينا نشوف هاد, حنقله نعمل inspiration. طبعا هذا هلا حيبنوا شغله بهذا المدينه لحتى تقوي الامور. هذا بيقول لك اذا في اندر جروث, هذا في تريز حيعطيني ساينس لكل 2 أو 3 تريز. اوكي هذا حيعطيني ساينس ل بلس 1 فور ايتش ساينس ان ذا مينرال وذين بوردرز اوف ذا هايست ساينتست, اكسترا 1 فور ايتش ساينس ان ذا مينرالز وذين بوردرز وذ هايست ساينس. اوكي هات نعملها, ما بعرف شو بتعمل بس نشوف. سو بيت اوكي هذا اذا حطينا هون بيقول لك 38 عم يعطيني ساينس حلوين.
هذا طبعا اكسترا طبعا هون كل شيء ميستري. اذا في ميستريز كمان بيعطيني في هذا الشيء كمان. اذا بتبني بيعطيك بيعطيك بوانس على حسب الشخص اللي انت عم تلعب فيه. هون بلس 3 ساينس فور ايتش ميستري. طيب لسه بدنا نرفعه للعشرة، فخلينا نشوف شو ممكن كمان نعمل. اذا عملنا هون، اذا حطينا شجر، هل في شجره في هاي مثلا؟ فور ايتش سيربلس بايودايفرسيتي، هذا حيعطيني 20، وكل بايودايفرسيتي زيادة اللي هو الرقم هذا اللي فوق اللي هون شايفينه، هذا كل واحد من هدول حيعطيني 6. فإذا حطيت هذا هيك المفروض إنه يعطيني سكور حلو. هذا 53، فهذا الشيء المفروض يرفع الساينس عندي بشكل كبير. هلا الحلو انه انت عم تعمل هدول الاشياء شوي شوي، عم تكبر المدينه تبعك وعم تعمل الكوستات. هلا هون لاحظوا لانه جبنا الساينس، هذا عم يتعبى هون، هذا حيلفل، بس يلفل بيرفع البروسبيريتي اللي هو هذا الرقم. هذا الرقم هو السكور تبعك، كل ما كانوا مدنك احسن كل ما كان طبعا السكور تبعك اعلى. طبعا هذا الرقم هو 14، هو مجموع هدول الاشياء بلس اشياء تانية هيك على جنب بتنحسب. مثلا في عندك completed request، كل request بيعطيك 3 مثلا او 5 او كذا، زائد مجموع هدول 12 زائد 3 15. اوكي هلا هون اذا عملنا بده 5 يونيك بايوتيكا، يعني بدنا نحط شغله هون، نبلش نحط له كمان اشياء جديده لحتى ينبسط. طيب خلينا نحط له حجر هاد adjacent to animal، لا هنحط هاد، هذا جنب شجرة ما بينفع كتير. هذا ممكن هاي 15 فود إذا في biodiversity عالي، خلينا نحط هذا هون، هذا حيعطيني فود والبايودايفرسيتي عالي، فالمفروض انه يرفع لي الفود. طبعا في اشياء بتكلفك بايودايفرسيتي او لازم يكون عندك شيء يعني لحتى يرفعه. هلا هون هذا شوفين 20 اعطاني، هذا المفروض زاد كمان صار 62 لانه هذا الرقم اعلى. طيب عم يقول لك ماكسمايز ما بعرف شو تو ما بعرف شو. هلا الفكره الحلوه هون انه نحن صار فينا نبني مدينه تانية لما تطلع لك هاي النار، يعني صار فيك تبني مدينه تانية. خلينا نشوف شو في عنا. في عنا ذا ماينر وفي عنا ذا ميرشنت. The miner هو حيجيب science من المينرالز، والmerchant حيجيب gold من بحب يعمل gold. طيب نحن عنا the miner، فكرة انه نحطه بشي محل هون ونستفيد. خلينا نعمل هاد الديزرت. الديزرت ظريف انه بيعمل 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. خلينا نحطه هون، حنحط مدينة هون ونبلش نشتغل عليها ونعمل مايننج. طبعا هدول حيصيروا يطلعوا البشر، ممكن يصيروا يعملوا تجارة مع بعض، يصيروا يزبطوا أمورهم وهكذا. هلا بتشوفوا كيف هذا هون حلو. هلا هاد إذا قلنا هون نعمل هاد، نقول له الماينر وبني لي هون المدينة هون بالنص، وشوي شوي حنوسع البلد تبعنا. طبعا هذا رايح يعمل اكسبانشن يكبر المدينة من هون. لا لف. طيب منيح. اوكي تعالوا هون خلينا نعمل شغله، حنحط 10 بلس 1 جيسون تو ات ليست 1. سو هذا حيعطيني هاي شجره هون جنبه، فهذا حيعطيني بونس انه في حيوان وجنبه شجره. شايفين؟ فانت بدك تحاول تركب الاشياء بشكل تعطي بوانس. هلا حتى هدول ممكن توصلهم بعض تبلش يعني يعطوا بوانس لبعض كمان، هذا الشيء واضح يعني وارد. شايفين هلا هذا كمان زاد لانه البايودايفرسيتي زادت. حلو تعالوا هلا نشتغل على هاي. هذا لازم نعمل تكنولوجي يكون في تو مينرالز بالبوردر تبعه. سو اذا عملنا هاد خلينا نشوف شو الاشياء اللي عنا. خلينا نحط هاد ريدستون، لازم يكون جنب بلانت. هاد بيقول لك 5 اذا كان جنبه مينرال. اوكي هذا بيعطيني ماني. هلا هو لازم نعمل ساينس شوي، فخلينا نعمل بوش اول شيء. خلينا نحط الهاي هون. ايه حط هاي هون، خلينا نشتغل عليه. هلا حيجي اللي هو هذا تبع الزرع، وهذا تبع الحيوانات، وهذا تبع الحجر اللي حامي حمل مدري مين. طيب تعال انت هلا، انت تعال هون واعطيني هون فلوس، هذا حيعطينا اكسترا مو فلوس فود. خلينا نرفع الفود. هون حنعمل مينرالز، رح نحط هذا الريدستون هون مشان يطلع منه ساينس، بما انه هو لازمه ساينس. هلا هاد لازم يكون جنبه بلانت، هاي البلانت، وهذا لازم يكون جنبه مينرال.
اوكي وهذا مو مهم. حلو هلا ننتظر عليهم شوي. هلا بيقول لك لازم يكون في 2 مينرالز هون. خلينا نحط هاي هيك هذا هون نعمل المينرال بوستر خليه يعطينا اكسترا مانيز ومنه كمان بنخلص هاي. طيب خلينا نعمل درافت على الديزرت ونشوف شو في شيء بيعطينا ساينس. هذا بيعطينا ساينس هذا هيك لايمستون حيعطينا ساينس يعني نستعمله هلا لكن ما حقدر ركبه ليه لانه ما عاد عندي ايرا سكور. هلا لازم اطلع على المرحله اللي بعدها بس انا ما بدي اعمل هيك. انا اللي بدي اعمله هو انه حروح على الماركت وراح اصرف هدول الاشياء اللي هنا انا طورتهم لحتى قوي سوري لحتى اخذ شويه اكشنز. هلا هيك حاضطر اني روح على الايرا اللي بعدها وانا لسه مالي كتير جاهز لانه مالي كتير مبسوط من اللي مظبوط من اللي صاير. حط هذا هون. هلا هذا بيقول لك 75 بطيخة بس ماينس 25 إذا جنبها مينرال فهي ححطها هون ما في جنبها حجار وهيك ححطها هون. تمام فشايفين شوي شوي عم نكبر الكوكب عم نزبطه وعم نطور البلد تبعنا. هلأ هذا هون حبيت أعملها ليش لحتى يعطيني هاي لحتى نعمل اللي هو whatever هذا هو. طيب هذا الجيم ساينس ايه هذا صريف تول سميث نعمل هذا خلي يعطينا ساينس زيادة so be it نفس اللي عملناه هنيك. طبعا هذا هون ما في بارن بس عادي بيقدروا يطلعوا يعملوا تجارة مع بعض وهالقصص هاي. حتى هون اذا اطلعت في عندك انفنشنز بيقدروا يصيروا يبعتوهم يعملوا تريد راوت وهيك قصص so شوي شوي فيك تصير تبعت اشياء. طبعا ما حاشرح كل شيء بهذا الفيديو بس يعني عم فرجيكم الفكرة العامة. طيب Age of Philosophy بيقول لك Inventor The philosopher gives science for unique biotica within the border It also contagious is copied to receiving city after a trade deal. حلو هذا حيعطيني science Age of Philosophy هاد Iron. خلينا على الفلسفي أنا حابب أجرب هاي. في هاي كمان فيك بس المشكلة إنه ما عندي مدينتين فيهم ثلاثة population وفي هاد إذا ما عندك شيء تعمله فيك تعمل هاي. هاي بتعطيك نجوم وقصص هون. طيب خلينا نعمل هاي لأنه أنا ما جبت النجمات تبعها فإذا فتحت النجمات حيعطيني حيفتح لي أشياء جديدة ألعب فيها المرة الجاية سو مشان هيك أخذتها استلمتها. هلأ لاحظ هون دغري أخذ الساينس وعم يعبيه وحتلاقي رفع هاد. طيب خلينا هون نعمل بده مينرال جوا البوردر خلينا نشتغل عليها لا مو هيك درافت ديزرت ونفتح هاد ونقول له عطينا واحد من هدول المينرالز حناخد مشكلة هذا غالي نعمل ريرول حأخذ هاي هاي بتعطيني كاش منيح سو خلينا نشتغل شوي على الفلوس نرفع الويلث تبع البلد هذا هون ايوه هذا هيك حنروح نحط هاي هاي لكل واحدة جنبها بتعطيك زيادة 30 جولد فإذا حطيتها هيك بالنص حتجيب لنا فلوس كتير. اوكي هذا هيك حنحط هذا هون وهذا هون. لاحظوا هذا 25 فلوس و15 لأنه جنبها هاي وبعدين هيك يصير زبطناها كلها. هلأ صار فينا نبني مدينة ثالثة ممكن نشتغل عليها نعمل مثلا بحر نعمل مدينة بحر مدينة أو أي شيء تاني يعني عندك الشغل على كيفك فيك تعمله. So this is good. هلأ هون هيك تمام هذا رايح يعمل تجارة إذا ما لي غلطان أيوة هدول رايحين من المدينة هديك جايين يعملوا تجارة فحيجوا ويعملوا هاي وفي قصة مثلا أوه والله الانفنتر عمل مدري شو مع مدري مين وبعدين صارت حرب وحلى حسب الأشياء اللي بتختارها. طبعا هون شايفين هذا الفلسفر روبز صار يعطينا شوية اكسترا بطيخ. طيب هلا بدنا نشتغل على شغلة الفود فخلينا نشوف مين عندنا شيء هاد ذا سيج خلينا نشتغل على ذا سيج. ذا سيج حيعطيني اكل كتير سو حناخده وبدنا نحطه سموير هون بس خلينا نشوف شلون نعمل هاي نقول له اعطيني غابة. المشكلة البحر ما حيعطيني كتير اكل بس ممكن بس خلينا نشتغل على هاي اول خليني اعمل هذا هون ما حاوصلهم بعض هخليهم كل واحدة لحال واحد اثنين ثلاثة او ممكن نوصلهم كلهم سوا
إذا بدك إذا وصلتهم سوا بصير جزء من هذا البيئة هاي، بس إذا عملت الحالة هون بتصير بتقدر يعني تستقل شوي. ماني عارفان أعمل هيك ولا لا، تعرف ثلاثة لهون أربعة هيك، أيوة أربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أيوة، وبعدين هاد رح يعمل لي بحر هنيك، بس خلي هذا يخلص أول. طيب هون شغالين تمام. هاد حيجي يعمل هون واحدة بس مشان نكبر هاي الجهة، نعمل هون صحراء أكبر، وححط له لهذا شوي على الغابة وشوي بالبحر، فبصير عنده اثنين. نعمل هذا درافت، نقول له رين فورست، أيوة ناخد شيء اللي بيعطينا فلوس، هذا بيعطي أكل، سوري هذا بيعطينا أكل، بس هذا نجمتين ما بدي أعمل أبوه كله النجمتين. نعمل ريرول بنانا هاي النجمتين. المشكلة هي أنه لازم نكون ملفلين، نعمل الكوستات اللي هي الليفل 2 لحتى نعمل النجمات هدول، فبتصير أصعب شوي. خلينا نحط هذا هون، وهاد نقول له عمل لي هون بحر كبير. أوكي تعال أنت، أيوة أنت هون. هلأ حيجي هاد ويبني بحر كبير هون، ونصير بقى شو نتوسع على هاي الجهة. هذا هون حنبلش نعمل population، حنكبر المدينة هاي هلأ تمام. طبعا هاي حتكون هون وغاني في جنب البحر، هلأ هون حنشتغل على هدولي، هنعمل هاي اوكي at least 3 biodiversity، هون حنعمل هاد for each adjacent plant. حلو خلينا نعمل هذا هون، هذا حيجي هون حنحط الزريعة هلأ، بس هذا حيجي الوحش الثاني ليكو حيحط لهم الزريعة هون، وبلش نشتغل على انه نعمل هاي، فهو جاي يحط هون بنانا. وهاد حيصير بقى شو عنده اللي هو الاكل على حسب الشغلة اللي حنعمله هلا بنشوف. طيب هاي هون بنانا خلصنا. تارو if adjacent to mineral، هذا شو قلنا اذا adjacent to plant. حلو حنحط هذا هون مشان نحط هون مينرالز وصير نستفيد انه ناخد البونس تبعه بعدين. طيب هلأ هذا شايفين صار يعطينا في اكل اكتر. هذا هلأ حنعمل هاي بابايا اللي يعطينا اكل زيادة. يس بابايا تري تاع هون. بدنا نرفع هاي، لازم نرفع الايجا فيلوسفي. خلينا نحط هذا هون جميل. وهون كمان بلش عنا مكان نحط فيه أشياء زيادة. طبعا هلأ كيف ممكن نعمل درافتس زيادة؟ فيك تجي هون تشتريهم. هذا مثلا بيخليك تكبر المدن، هذا بيخليك تحط أشياء تحطها بالبلد هيك تزبطها ومكان للبيودايفرسيتي وكذا، هذا بيخليك تكبر الكوكب نفسه، بتصير بتحط صفائح جديدة مشان تكبر يعني، فإذا خلص المساحة بتصير بتقدر تزيدهم. طيب نروح على الانفنتر تاون، بده ايانا نرفع التكنولوجيا ل 20. اوكي تعا هون نعمل هاي هيك. طبعا لاحظوا كل ما جيت على بايوم تاني لحاله بيقلب النوع، وفيك تختاره لحالك يعني، هذه شغلة حلوة ترى بالجيم يعني انه مزبطين هذا الشيء. طيب هاد اوكي تعا مين بيعطينا شيء مرتب؟ خلينا نعمل هذا هنا، هذا هنا، او يس هذا هنا لانه عندنا الشجره، هذا مستفيد انه جنب الشجره. بعدين بنحط صاحبه هون، وهون حنشتغل على الاكل بزياده طبعا. حلو رفعنا التكنولوجيز، هذا صار أب أب أب. هلأ احتمال نضطر نرفع نكبر المدينة شوي لحتى نقدر نوسع مكان، بس خلينا نشتغل على هون. هون بيقول لك فارم إذا عندك هربفور فروت ديستينكت، خلينا نعمل الفروت ايه هاد. ها
هاد انا عندي هلا اوريدي 2 فروتس، فعم باخذ ال 50، بنحاول نجيب ال 120 ونرفع عدد الفروتس بالمدينه هاي، بس لنشوف كيف. هلا حاليا اظن في 3 مو 2 اذا ما لي غلطان. هذا فروت، هذا فروت، اي هذا فروت وهذا مو فروت، هذا روت. طيب اورايت. طيب لا لا تعال هون هون هون، ايوه بدنا نرفع البوبيليشن انه نحط هون اكل. طيب حنحط هاي، هلا اول شيء هاي نحطها، بدنا نحط تنتين هون. طيب هو شو الابيليتي تبعه؟ بيقول لك اذا عندك 3 فود و 3 ساينس و 5 فود و 3 ساينس، اذا عندك هاي. طيب حنحط هذا هون، اي هذا حيعطيني ميستري. فميستري لا لا اوعى، تعا ما بدي هون، تعا هون. انا بقلكم ليش، في سبب، عندي سبب مهم. هو انه في قطعه بدي احطها هون على هذا المكان اللي هو جنب الكوست. طيب هاد خلينا من هذا هلا، هذا رايح يعمل ابجريد صح ولا تريد؟ بوردر اكسباندر، حلو رايح يبني هون، فهلا حنوسع الجهه هاي. شايفين كيف اللعبة عم شوي شوي عم نكبر؟ يعني مثلا هلا خلينا نجي ناخذ هاد، نقول له اشتري هاي بخمسة، عندي 12، هدول طبعا بتجمعهم وانت عم تشتغل. رح اشتري هاي، بعدين حجيب واحد من هدول قول له تعا هاي، قول له وسع لي هاي الجهة. شايفين هلا مط هون صار عندنا مكان جديد، فهلا صار فيني مثلا ابني مدينه جديده او وسع المدن الموجودين وهكذا. طيب هلا هذه اظن هاي لازم يكون جمع مينرال، فحنعمل هاد، حنحط هذا هيك، والانيمال لحتى شويه نعمل نظبط الانيمالز شوي. هون ما عندي استعملتهم كلهم، خلصت الايرا بس اتس فاين، حنروح على الايرا اللي بعدها وهكذا. طبعا انا ححاول اني اصرف هون لحتى اخلص هاي اول، شايفين، او لازم هاي تطلع للثلاثه او نحاول انه نطلع فيها لقدام مشان ناخذ شويه بونس اكثر وهكذا. المهم بس هاي هي فكره الجيم، بدك تحاول انك توازن بيناتهم، تضبط الامور وهكذا. اوكي هاي هي ريوس 2 الجزء الثاني. الجزء الأول قديم كتير، عمره شي 10 سنين بس، كمان كانت لعبة حلوة، بس هذه كتير مزبطينة ترى، ما لي كتير متذكرة هديك بصراحة، بس كانت شغلة قريبة من هاي، بس هاي أحسن منها بكتير. أنا هذا اللي متذكره أنه هاي أحسن منها. المهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، بشوفكم بعدين، سلام.